على الشاطئ. إنه يوم جميل. سلام يا طيور، سلام يا نحل، سلام يا هوهو. هناك صورة مضحكة بالجريدة يا أحمر. إنها لتيتو وهو يسقط مخروط الآيس كريم. سأضعها عليك يا أحمر بجانب صورة السيد بيبو عندما اشترى الكثير من البالونات. وصورة ذلك اليوم عندما انفجرت آلة سكر للآيس كريم. هاي ميمو، هل نذهب إلى الشاطئ؟ عندي كل شيء بالخارج. سلام يا أحمر. هيا بنا. أنا أحضرت مرتبتي الطافية التي تملأ بالهواء أوتوماتيكياً. أسرعوا بالذهاب إلى الشاطئ، فأنا أحب أن أضع رأسي في الرمل. هل رأيتم يا رفاق صورة تيتو المضحكة في جريدة زانيمو اليومية؟ لقد كانت مضحكة. أجل. أتمنى أن توضع صورتي هناك يوماً وأنا أصنع شيئاً مضحكاً. لست أنا، من المستحيل أن أبدو مضحكاً في جريدة ما حتى يراها الجميع. أنا أحب ذلك. حسناً، ها هي مرتبتك طافية يا ميمو. حذاري يا كيكي، لا تجذبيها من ال... أوه، إنها تخرج الهواء وحدها. هيا يا رفاق، هل تريدون ألبسة حريات البحر؟ سيكون هذا مسلياً، إنها تجعلك تسبح أسرع. لست أنا، إنها سخيفة، لا سبيل أن أرتدي أبداً 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 لباس حرية البحر. تيتو، أنا أخبرتك، أريد دهن واق من الشمس على ظهري. أوه يا إلهي، شارشار مصور جريدة زانيمو الذي يلتقط كل الصور المضحكة. أتمنى أن نفعل شيئاً مضحكاً حتى يلتقط صورتنا لتنشر في الجريدة. أتمنى ذلك أيضاً. لست أنا، محال، إنه يغادر. لقد التقط صورته المضحكة لليوم. أوه، ربما فاتنا ذلك، قد تكون لنا بالصدفة. يا له من يوم جميل للذهاب إلى الشاطئ. أنا مستعدة، لقد وضعت دهناً واقياً من الشمس. يبدو أنك وضعت قدراً منه قليلاً. لا، لقد وضعت القدر المناسب. أخبرتك أنه زائد عن الحد. أنا محرجة للغاية وأنا مغطاة بالرمال. الأمر ليس محرجاً يا كيكي، يمكنك غسله في المياه. حقاً؟ لم يكن محرجاً؟ لم يكن محرجاً لكنه الآن كذلك. أفضل أن تغسليه. قلعتي يوجد بها أحمر الثلاجة، أليس كذلك؟ هاي، أنا يمكنني النظر داخل قلعتي. كيكي، أنت تطيحين بقلعتي من جديد. أوبس، عذراً يا حبوب. ها، موجة؟ موجة إلى من؟ لا، هناك موجة قادمة. كان هذا مضحكاً. يا لها من مفاجأة. لا أعتقد ذلك. أنا أحب الشاطئ، فالمحيط كبير جداً وأزرق، له رائحته الملحية الخاصة ومذاقه. انظر يا ميمو، انظر بعيداً 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 هناك، يمكنك تقريباً رؤية نهاية المحيط. ماذا يحدث عندما تكون على هذا البعد؟ ها قد أتى حبوب. نجمة البحر. هاي حبوب، أمستعد للسباحة؟ أفضل حمامات السباحة، فمياهها هادئة ونظيفة. ها؟ ولا توجد أشياء غريبة طافية فيها. الأشياء الغريبة هي الأشياء المسلية. لقد أحضرت نظارة لك، يمكننا أن نلعب باستخدام كرة الشاطئ الجديدة. أنا أحب لعب كرة الماء، وأعتقد أنني أحب مشاهدة الحياة البحرية تحت المياه، لكن... هيا يا حبوب. نعم يا حبوب. حسناً، سأبقي نظارة الغطس طوال الوقت. هيا، دعنا نغطس.
ما هذا؟ إنه جميل. هل رأيت حجم هذا الحبار؟ أجل. ألبسة البحر يمكنها أن تجعلك تسبح أسرع. أسرع كثيراً؟ أسمعت أن أحداً أمسك بحورية بحر؟ لا. هذا هو السبب. حوريات البحر سريعة وهي رائعة للعب كرة الماء. انظر، فريق هيبو الوطني للعب كرة الماء. حبوب، مستعد؟ حان وقت لعب كرة الماء يا حبوب. حسناً، أنا مستعد، فلنلعب. أوه لا، لم تفعل. لا تقلق يا حبوب، أحضرنا لك واحدة. لا محال، لن أرتدي لباس حورية البحر أبداً على الإطلاق. أراهن أنك ستغير رأيك عندما ترى أننا نلعب كرة الماء أفضل منك. كيكي، أنت تسبحين للخلف. نافخ الهواء كان يدفعني إلى الخلف، يجب أن أسبح في اتجاه آخر. واو، مذهل، لم أرى أي شخص يسبح هكذا. هذا مسلل. هذا اللباس مذهل، أنا لم أسبح بسرعة هكذا طوال حياتي. لقد ابتعدنا بما يكفي، فلنلعب الآن كرة الماء. واو، رائع. حبوب، هل رأيت كم بلغ ارتفاعي باستخدام لباس حورية البحر هذا؟ فقدتها. يمكنك ذلك لو ارتديت لباس حورية البحر. لم تزل هناك واحدة لأجلك. ليس هناك سبيل مطلقاً أن أرتدي أياً من هذا أبداً. أنا مرهق، فلنذهب إلى الشاطئ ولنحظى باستراحة. كيكي وأنا تعبنا قليلاً، لكن ألبسة حورية البحر تيسر الأمر. يبس. واو، إننا بعيدون جداً، لابد أن الأمواج جرفتنا. هذا بشع، سنعود سباحة لكن المكان بعيد. إننا عالقون هنا، إننا سنطفو طوال المسافة عبر المحيط. إنها مسافة طويلة للعودة سباحة، أنا لم أسبح هذه المسافة من قبل. حتى بألبسة حريات البحر سنعبر المحيط وربما لن نرى مدينة زانيمو أبداً من جديد. سنعود سباحة، ستسبح أفضل إن ارتديت لباس حريات البحر. أخبرتك، لن أرتدي أبداً 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 لباس حريات البحر. تسبح أسرع وأنت ترتدي لباس حريات البحر. أخبرتك. يبدو أننا لا نقترب، فالأمواج تدفعنا للخلف، يجب أن نستمر في السباحة. نعم، فلنسبح أقوى وأسرع، إننا نقترب قليلاً، هيا فلنصعد فوق الصخرة. إنه حوت. ماذا يفعل؟ ماذا لو أنه دار بنا قبل أن يبتلعنا؟ لست أدري ماذا يفعل، لكنه يبدو ودوداً. تمسكوا جيداً. شيء عجيب. علينا بالصبر، كدنا أن نصل. إننا بأمان، الحوت أنقذنا. إنه حوت لطيف. ها هو توتو المصور، سأغير لباس حورية البحر ولن أدع أحداً أبداً أبداً يراني أرتدي هذا. فما بالكم بمصور جريدة زانيمو اليومية؟ هذا رائع، ربما يلتقط صورتنا. أتمنى ذلك، إنني أبدو رائعة في لباس حورية البحر. ابتسم يا ميمو، إنه سيلتقط صورتنا. يوه، هذا ليس عدلاً، إنه لم يلتقط صورتنا، إننا نبدو مضحكين وجذابين. لا أريد أن أشاهد في الجريدة مرتدياً لباس حورية بحر، ولا أن أشاهد برفقة حوريتي بحر. حان وقت العودة إلى المنزل، أعتقد أنه كان أفضل يوم على الشاطئ على الإطلاق. تصبحون على خير. الصفحة الأمامية.
حبوب لن يكون سعيداً. أربعة صور لنا جميعاً في الصفحة الأولى. لا أعتقد أن حبوب سيسعد بهذه الصورة لكنها مضحكة. هذه أيضاً. هذه مثالية، نبدو سخفاء جداً، وتلك لحبوب. ميمو، إنه يطاردني بالخلف هناك. حبوب؟ هذا أنت؟ كان لابد أن أتنكر. كيف أظهر بوجهي في المدينة بعدما ظهرت في الصفحة الأولى مرتدياً لباس حريات البحر؟ هاي ميمو، أشكر حبوب نيابة عني لأن له صورة رائعة في الصفحة الأولى غداً مرتدياً هذا التنكر المضحك مع النظارة ذات اللحية. إنه مضحك. سباق الحلزون. صباح الخير. أجل، أنت على حق يا أحمر، إنها تمطر بشدة. ألم يكن من المفترض أن أنهي شيئاً متميزاً اليوم؟ أحضر البروكلي والجزر. سباق الحلزون العالمي للجائزة الكبرى، إنه اليوم. هذا هو السباق الذي يفوز فيه حلزون بصفة دائمة. أنا أريد كأساً آخر لأضمه للأربعة الأخرى. أتمنى أن يكون مستعداً، فأنا لم أراه طوال الأسبوع بسبب الأمطار. مرحباً. ميمو، ليس لي حلزون للسباق، وكذلك كيكي. لا تقلق، أنا أعرف تماماً أين أعثر على الكثير والكثير من الحلزون. رائع، سأتصل بكيكي وبعدها أمر عليه. الآن أحتاج إلى مظلتي من صندوق الأمطار. تا حلزون، حلزون، مرحبا هوهو. ها أنت يا حلزون، استيقظ يا حلزون، اليوم هو اليوم الكبير أيها البطل. هل أنت مستعد؟ أنت تبدو بطيئا جدا. حلزون، ربما يجب أن تتحرك قليلا مثلما تعودت أن تفعل قبل السباق. حلزون، مرحباً يا ميمو، هل مستعد لل... تتبع هذه السمكة، أقصد مظلات الطائرة. حبوب، ميمو، شيء مذهل، سمكة ضخمة طائرة في السماء، ضخمة. أين؟ ذهبت من هنا من هذا الطريق. هذه مظلتي على شكل سمكة، حلزون بطلي كان أعلاها. أوه لا، هذا بشع. لابد أن نعثر عليه، هيا يا حبوب. رياح غبية، فلتتبع تلك الأذن، أنا أقصد سمكة، مظلة. أصبحت لا أراها. أنا لا يهمني السباق، أنا أريد العثور عليه. ها هي. احذروا يا رفاق، انتبهوا إلى خطواتكم، يمكن أن يكون بأي مكان. ها هو. مرحبا حلزون، هل أنت بخير؟ كانت مغامرة كبيرة. لا يبدو أنه بخير تماما. ربما أصابه الطيران بدوار. سيتحسن بعد قليل، كان بطيئا أيضا قبل طيران المظلة. يا رفاق، يجب أن تبحثوا عن الحلزون، فالحشائش الطويلة تكون مليئة بالحلزون. هيا يا حلزون، ستشعر بتحسن بعد قليل من الراحة. ميمو على حق، هناك الكثير من الحلزون هنا. أتمنى أن يكونوا أبطالاً. هذا الحلزون يبدو رائعاً. سنجعلهم يجرون السباق التجريبي، ثم سننتقي أسرع اثنين للسباق الحقيقي. حلزون لا يتحسن، أعتقد أنه يحتاج إلى آيس كريم سكر بنكهة الخس. هذا سينعشه. آيس كريم بنكهة الخس على الفور. هاي ميمو، مستعد للفوز بالجائزة مرة أخرى؟ لا أعتقد أن أي حلزون لأي شخص سيتفوق علينا. فلاش بالونا هو البطل القادم من المدينة الكبيرة، وسيهزم كل المشتركين بجدارة. فلاش بالونا؟ أنت لا تعرف حلزوننا، إنه الأسرع في أي مكان وسيكون البطل. من هذه؟ إنها أنيقة جداً لكن ليست ودودة. إنهم محترفون في سباق الحلزون، ويذهبون إلى أي مكان ويفوزون.
فلاش بالونة، مع اسم عظيم كهذا أنا متأكد أنه أسرع حلزون. ليس هناك طائل من محاولتنا، خاصة وأن الحلزون ليس بخير. هل هو مريض؟ إنه بطيء قليلاً اليوم، فكرت أن أحضر له آيس كريم بنكهة الخس. آيس كريم، سيكون حاضراً يا سيد حلزون. الآن أعرفكم على صديقي بوغي، سيشترك في السباق، إنه يأكل الآيس كريم بنكهة العلكة فقط. يا له من لون جميل. ربما يفوز في السباق أيضاً. ها؟ السباق؟ لابد أن نذهب، فهم يحتاجون إلى التدريب. حلزون لا يأكل مطلقاً، لابد أن أخذه حتى يرتاح. أوه لا، لقد تركت الحلزون عند البحيرة. أوه لا، تركت الحلزون عند البحيرة؟ أنا آسفة، يمكننا العودة. السباق خلال نصف ساعة. أحتاج أن أعود للمنزل، حلزون ليس على ما يرام، إنه يحتاج إلى الهدوء والراحة. إذن نحن سنظل معك. لا، لابد أن تحضر بعض الحلزون وتشترك في السباق لتفوز. سنذهب معك إلى المنزل أولاً. يمكنك أن ترتاح في الحديقة يا حلزون، سأحضر لك بعض السبانخ الطازجة من أحمر. والآن يا حمار. أوه، لما ضغطت هكذا على الكابح؟ انظري حلزون، كدت أن أحطمه، إنه سريع للغاية. هناك واحد على ظهره وهو لطيف جدا. يا لها من قوة، يجري بسرعة وهو يحمل حلزونا آخر. أنا سأسميه القلب الشجاع. ألا تظنين أن هذا الصغير كسول؟ لا، إنه ذكي جداً، إنه يدخر كل طاقته للسباق. أعتقد أنني سأسميه الحلزون الطائر. اسم جميل، هيا فلنذهب إلى السباق. حلزون، لقد قرأت في كتاب عن الحلزون أنه عندما يصبح الحلزون في الخامسة من عمره فإنه أكبر من أن يشترك في السباق. إذن أنت لست مريضاً، أنت تتقدم في السن وربما لا تريد أن تتسابق مرة أخرى. إلى أين تذهب يا حلزون؟ أحضرت لك بعض السبانخ. أهناك شيئاً ما معك؟ أنت تبدو مثل حلزون لكن أصغر، وأنت سريع. من أنت أيها الحلزون؟ ها؟ يا إلهي يا إلهي، حلزون، هذا لابد أن يكون ابنك، إنه يشبهك تماماً وهو سريع، كأنه ولد ليكون بطلاً. أنا سأجعل اسمك سريع. والآن هيا بنا أيها الحلزون، هيا بنا نذهب إلى السباق. فلاش بالونة، هو أسرع حلزون على الأرض. لن يحظى أي منكم بأية فرصة، ولا حتى بطلكم المدعو حلزون الذي يحتمل أن صاحبه يخشى الحضور للسباق. إن ميمو ليس خائفاً، ولكن حلزونه ليس بخير. أنا لا أصدقك، لكن هو وحلزونه ظهر عليهما الخوف. كان قلقاً يا عزيزتي دونا، قلقاً على حلزونه. بالتأكيد بالتأكيد، هل ستبدأ هذا السباق؟ أين ميمو والحلزون؟ لن يأتي. الحلزون ليس بخير. الطريق أسرع من هنا. جميل، طريق مختصرة. شكراً يا أصدقائي. السيد فلفول سيعطي إشارة البدء. حلزون كيكي يرفض الخروج من قوقعته، وكيمو لم يخرج حلزونه من القفص. من فضلك يا حلزون الطائر اخرج. هيا فلنواصل السباق. سيخرجون، إنهم يخجلون من الجمهور. آسف، لا يمكنني الانتظار أكثر. يا شخص ما قادم. شخص ما قادم. حلزوني رائع، ها هو ميمو. ابن حلزون سريع، سيدخل معنا في السباق. ابنه حقاً؟ حقاً؟ أماكنكم، استعدوا انطلاق. هيا. سكر يطعم بوغي الآيس كريم. هل هذا مسموح به؟ سريع يتحرك، يتسابق مثلما عوده والده حلزون. كيمو ابتكر أسلوباً جديداً، إلقاء الحلزون. كل الحلزون المتدحرج مستبعد لأنه لا يتبع القواعد. لكنها كانت حادثة. أوه بوغي، أعتقد أنني أطعمتك كثيراً. هل الفائز هو فلاش بالونة؟
هيا فلاش بالونة، هيا هيا يا سريع، هيا أيها القلب الشجاع. هذا لا يصدق، فلاش بالون انزلق و... إنه ليس حلزونياً، إنها أم 44، ديدي ومفكر غشاشان. كلاكما مستبعد بسبب الغش، والآن اخرجا. وسريع هو الفائز، والقلب الشجاع خلفه في المركز الثاني، ويبدو أن سكر سيكون في المركز الثالث رغم أنه لم ينتهي بعد. جميل، ها هم يا شرشر، التقط صورهم، سنرسلها إلى كل منظمي سباقات الحلزون. ابتسموا، والآن يمكنك التقاط بعض الصور للفائزين. لابد أن هؤلاء أبناء حلزون، إنهم يشبهونه تماماً، كيكي. خذي واحداً لسباق العام القادم. لها نجم بجانبها، إنها جميلة، سأسميها النجمة اللامعة. شكراً، مؤكد ستفوز العام القادم. وها هو فلاش بالونة، حتى إن كان أم 44 سيعيش في حديقتي، ويمكنه أن يستخدم قوقعته القديمة عندما يرغب. إنه يحب ذلك. رائع، فلنقدم لهم الخس والسبانخ، ويمكننا أن